السلام عليكم. في ابديت جديد نزل. الابديت الحاجات اللي تهمنا هما حاجتين في الجيم بلاي. اول حاجة الكنسل بتاعت الشوت والباص كانت مش شغالة دلوقتي، المفروض شغالة. تاني حاجة الناس اللي كانت بتطلع لما يجي ضربة جزاء كان ممكن تدوس ستارت وتعمل ليف للماتش، دلوقتي لغوها زي فيفا 23 ما كانش يقدر، دلوقتي خلوها كمان ما يقدرش يعمل ليف للماتش، بس طبعا يقدر يفصل النت، يطلع يكلوز اللعبة، أي حاجة. شكرا، ما تنسوش سبسكرايب ولايك للفيديو.